مرحب. اهلا، شو بخدمك؟ اذا حضرتك ارملة المرحوم فريد يزبك بتكوني المطلوبة. اي نعم، شو بتريد؟ تفضلي ري. $50,000؟ وأنا شو خصني بديونه؟ نكتي حلوة، معك جمعة لترد الدين، وإلا بتشوفي شي ما بيعجبك. عشو اتكلتوا لما تدينتوه مصاري؟ يا مدام، القانون بيجي بدنا مصرياتنا، بس بياخد وقت، عشان هيك بنحب ناخد حقنا بإيدنا. عم تحددني؟ إيه، عم هددك برزقك بولادك. جمعة، جمعة، خلي الورق معك، هودي فوتوكوبي. يا زلمة ما بترحم لا بحياتك ولا بميتك. ميرسي. بونجور. بونجور عادل، بكي شي؟ انت بالمكتب؟ لا، هلا عم بشرب قهوة برا البيت وبعدين رايح على المكتب. قوليلي، فيك تستقبلني؟ أنا بستقبلك بأي وقت بتحبيه. معقولة سؤالك هذا؟ أيوة. من إمتى عندك؟ خليها تفوت. مرحبا. أهلا غدا، تفضلي. ما عاد شفتك بعد العزا، أنت تهرب مني؟ لما ما بنقدر نغير القدر بنهرب منه. بس ما فينا نهرب من المكتوب. سمعت بدك تعملي حصر قرص. قبل مشاكل حصر القرص، شوف صاحبك شو ترك لي. هاي الورقة قانونية؟ إذا ثبت إنه توقيع فريد عليها مزبوط فهي قانونية. هددوني، يا بدفع يا بيأذوا الأولاد. أنت ما بتتعاطي مع حدا نهائياً، ما دخلك، أنا بتصرف. عادل، ما بقى بديك تدفع عني. في يقرهن البناية قبل حصر القرص؟ طبعاً لا، هذا الموضوع بتنسيه. مثل ما عم قلك، أنا بعرف كيف أصلهم، بعرف كيف أتصرف معهم. قد ايه بده وقت حصل القرص؟ بياخد وقت. بده مصاري كمان. قد ايه برأيك تسوى البناية؟ المفروض بحدود $1,000,000. بس؟ لأنه قديمة. طب إذا رهنتها بعد حصل القرص، قد ايه ممكن البنك يعطيني عليها؟ إذا رهنتيها وما رح ترهنيها، بيعطوكي تقريبا بحدود 60% من قيمتها. بس غدا، مثل ما قلت لك، انت ما دخلك بالموضوع وانا بتصرف، مالك علاقه، اطلعي برا.
أنا أصلاً بدي أرهنها لأنه بدي أكبر المستشفى، بدي طلع مستأجرين وبدي زيد طوابق، وكمان بدي فك أسر مصرياتك اللي قلهم سنة مجمدين. أنت ما تعتلي هالمصرياتي، أنا رضيان، بس إذا مثل ما عم تحكي بدك تكبري المستشفى وتزيدي مشروعك فأوكي، أنا شخصياً ما عندي أي مانع. اللي عملتي أنت بسنة غيرك بده 10 سنين ليساوي. لو ما أنت كنت واقف حدي ما كنت قدرت أعمل شيء. أنا عن جد كتير بكون مبسوط لما بساعد ولو هالقد بتحقيق حلمك. شوي من هالحلم. بعرفك قديش طموحة، وبعرفك إنك ما رح توقفي عند حد. أنت لساتك بأول الطريق. في أحلام ما إلها علاقة بالطموح. أحلام ما لها علاقة بالطموح. مثل شو؟ خلص، شو بدنا بهالحديث؟ شو له طعم الواحد يحكي فيها طالما تحقيقها مستحيل؟ ما بقولوا إنه الأحلام أحلى من الواقع؟ الأحلام أحلى من الواقع بكتير بكتير. خصوصاً لما بيتحول الواقع لكابوس. كابوس عم بينخرب عظامك كل يوم. أنا صار لازم أمشي، ما بعرف كيف الحديث وصلنا لهون. بيطلع لنا أحياناً فشة خلقنا طالما ما بنأذي حدا. بس يمكن كمان بمجرد أن نحكي عنه كون عم نأذي حدا. هلأ حتى فشة الخلق صارت عيب وما بصير نحكي فيها؟ يضل اسمها فشة خلقنا. معلش غادة، أنا آسف بس هالفترة شوي متوتر. بسيطة. شو رح تترشح للانتخابات؟ وأنا رح أدعمك بحملتك، مع إنه سياستي ضد سياستك، بس تستحق تكون بالمجلس النيابي. وصلك؟ مرحبا مرحبا. أهلا أستاذ أمور. جاي تدفع؟ أكيد. شو هيدا؟ مغلبط ب25,000 دولار حبيبي. الست أرملة ومعيولة، وهذا المبلغ بقلب سور لحسنة تتأمنه. بس البوس بده 50,000 دولار. أنا يمكن ما عرفتك عن حالي، أنا المحامي عادل مطر، فيك تسأل عني مين ما بتحب. وما كتير بحب أحكي. عندك أنت والبوس تبعك خيارين اثنين ما في غيرهم. يا بتاخذوا الشيك، ويا دار ما دخلك شر، يا إذا بتحبوا فيني جرجركم بالمحاكم قد ما بتريدوا. 10-20 سنة أنا وشطارتي بقى، فشوف شو بتحبوا. ويمكن 25,000 دولار ما تحصلوها، يمكن يطلع لنا عندكم. وفي شغلة تانية كمان، بتمنى هالوش الحلو ما تعود تورجيه للمدام، لأنه المدام انزعجت كتير، ولما بتنزعج أنا بصير كتير مأذي. والمطلوب؟ أعطيني النسخة الأصلية إذا سمحت.